قديش ضغط؟ 40/20 نبضة بطيء. يلا على القيلة سيرون فورا. حاضر دكتور. يلا على القيلة يا بسرعة. سكر التليفون. يا الله ليش هيك عم يصير؟ ليش ليش لحتى تحملي التليفون اذا رح تضلي مسكرتي طول الوقت؟ اوف رح اجن رح اختنق. ليش لحتى تروحي؟ ليش لحتى تروحي معه وتتركيني؟ ماشي يا عمارتي متواجد. قدمت استعراضك؟ خبرت الناس اني سرقت حبيبتك؟ عاملي فيها بطل اه؟ والله بخليك تندم على كل شيء قلته قدام الناس. لو فرح بتوقف جنبه اكيد صاير لعقل شيء او حبيبته وقال شو بدها تشاركه. ولك انا بفرجيكم شو بدي اعمل. ماشي مثل ما اخذت نرمين رح اخذ هالارض منك غصب عنك. ماشي يا عمار متواجد. نوري أسرع شوي وضع المريضة حرج. تحملي ما بقى إلا نوصل. بس الطيبي رح أخدك ونروح من هون. بدي نسيكي كل شي. رح ضل جنبك وما رح أتركك. تليفونه مسكر وهداك ما عم يرد. عمار مشان الله رد. عمار مشان الله افتح تليفونك. ايمن شو ما لقيتها؟ لا كيف لا؟ اكيد ما دورت عليها منيح. كيف ما دورت منيح يا فرح؟ طبعا دورت في طرقات كتير. شو عرفني من وين راحت؟ تليفونها مسكر وعمار ما عم يرد علي. طلعي فيني فرح. دعي لربك انه ما يصير شي لنرمين. دعي ما يصير لحادث او شي والا ولا شو ايمن؟ بحرقكم اثنيناتكم ولا تفكري انه ما بعملها. اذا صار لأي شي وقتها رح انهيك انت وعمار. ايمن شو قصدك؟ انت شو عم تحكي؟ انا شو دخلني بالموضوع؟ لك كيف شو قولك علاقة؟ كل اللي صار صار بسببك انت. ايمن انت عم تخرف ما عم تفهم شو عم تحكي. ليش مو انت اللي جبتيه يا فرح؟ ليلي ليش جبتيه لهون اه؟ مشان يهني ويهين ابي قدام كل الحاضرين؟ قلتلك 100 مرة ما بدي اياكي تلتقي بهذا الزلمة. قام حضرتك بتساوي شريكك؟ ايمن حاجة بكفي بقى. ليك بشو عم نحكي ونحن لهلأ ما بنعرف نرمين وينه وشو صاير له. لو ما كنتي مشنقلة هالزلمة وجايبتيه كنا هلا عرفنا وينها. كانت هلا رح تكون هون جنبي. قال شريكته قال. ولك انت شو بدك؟ بدك تجننيني يعني؟ هذا اللي بدك اياه؟ وصلنا. هلا رح ترجعي مثل الوردة. رح ترجعي لي مثل الأول. شوي لا تحمل مهلك. اسرع يا شباب اسرع. لا تحمل. انتبه الله يخليك انتبه. دير بالك. مهلك. ساعدونا يا شباب. يلا رح ساعدك. بسرعة شوي. بعد. جهزوا الغرفة.
استاذ لو سمحت استنى هون، خلينا نشوف شغلنا. دكتور، اعطينا المريضه سيروم مهدئ ورفعناها لضغطها للخمسين على سبعين. هيك منيح، يعطيكم العافيه. موفقين. امي ليش عم تعذبي حالك؟ كأنه نيرمين بدها تاخدها على بيتهم. صايرة تصرفاتك كتير غريبة. لا تكوني لهلأ مفكرة أنه نيرمين بدها تتجوز عمار. شو هالحكي ولك بنتي؟ وإذا جهزت لها ياهن؟ هيك العادة. بعدين ما طلعت لك منهم بجهازك. أمي، أيمن قال بده يشتري لها فيلا، ما رح يحطوا تطريزاتك ببيت حقه مليون دولار. بكرة بيجيبوا مهندس وبيفرش لهم إياه من بابه لمحرابه. والله أنا عم قوم بواجبي وهنن يعملوا اللي بدهن إياه. آه لو يمضى هالعرس بسرعة ونخلص من كل هالقصة بقى. لوين؟ طالع. من يوم ما بلشت المدرسة وانت ما فتحت كتاب. عود اقرا دروسك وكتب وظايفك. يلا. شو مانكن سامعين التليفون عم يرن؟ شبك ما عم ترد؟ ألو عمار؟ اختي نيرمين؟ خير صاير شي؟ ماشي رح خبرهم. لا تجنني يا ولد، احكي شوفي. اختي نيرمين. ايه لا اله الا الله. ابني رح تشحدنا ياهن شحادة؟ احكي شو صار لاختك. نيرمين عملت حادث. حادث؟ شو؟ بنروح على الشرطة ولا شو نعمل؟ والله ما بعرف. مبروك الشراكة مع الكوسوفي. خلينا نشوف كيف رح تقدري تشتغلي مع هيك واحد نصاب وحرامي. لا تشغل بالك، بعرف شو عم بشتغل كتير منيح. عيب هالحكي فرح، زلمة ما بيترك كلمة سيئة إلا ما بيقولها عن أبوك وأخوك قدام الناس بتقومي أنت بتشاركي؟ ماما بابا مو وقتو هالحكي. لكن اسمعي شو بدي قلك. اسمعيني منيح، من هون ورايح يا فرح اوعك تتوقعي اني وقف جنبك او ادعمك بشغلك، وخاصة اذا ضحك عليك الكوسوفي وسرقك. بابا بترجاك مو وقته هالحكي هلا. يمكن ما بيهمكم بس نيرمين مفقودة، ركبت سيارتها وهي سكرانة وراحت وما بنعرف وينها. هاي ملك. خير ملك؟ شو حادث؟ طيب وين هلا؟ بأي مستشفى؟ يا ربي دخيلك، ليش عم يصير فينا هيك؟ ملك عطيني العنوان. ايه عطيني العنوان بسرعة. ايمن وقف انا بسوق، انت خد العنوان. ماشي ماشي خلص عرفته، جايين فورا. لا تشغلوا بالكم، شغلتنا نص ساعة بالكتير ومنكون عندكم. يلا يلا باي. شو عم بيصير يا صفا؟ امتى رح نخلص من البلاوي اللي جابتنا اياها هالبنت؟ ما عم بقدر أفرض كلمتي على أيمن. إذا سألته بيقول أجمل شي صار معه بكل حياته هو البنت. أنا رح أخليهم يوصلوك على البيت لأنه عندي شوية شغل. بكر موريا بيك قلن يوصلوا الخانم على البيت. سلو. ايه معلم. ما سمعت، وصل الخانم. امرك. خلينا نروح بالليموزين، في شي بدي اقول لك يا بكر. امرك معلم. عمي جلال. عمي جلال. خير يا ابني؟ شبه صاير معك شي؟ اختي نيرمين عملت حادث. عمار قل لي بالضبط شو صار. اتصل عمار على هي المشفى. عمار معها نيرمين من المستشفى.
على امي مشان ندبر لنا سيارة. سيارة؟ نوقف تاكسي على الطريق. عمار، لبينا موقف تاكسي روح انت خبر خالتك سلطاني. ماشي عمي. بخيلك يا ربي، الهم من عندك والحل عندك. أخي رجاءً لو سمحت ممنوع تدخل لهم. يرجى من جراحي الدماغ الدكتور أحمد والدكتور كامل التوجه لغرفة العمليات فورا. يرجى من جراحي الدماغ الدكتور أحمد والدكتور كامل التوجه لغرفة العمليات فورا. طمنوني. للأسف وضع المريضة خطير، معها نزيف بالدماغ وفي تمزق بعضلات جسمها، وكمان العمود الفقري متأذي، حتى رقبتها. دكتور رح تعيش؟ نحن عم نبذل أقصى جهدنا، بس ما منعرف إذا الوظائف الدماغية رح ترجع تشتغل. هدي حالك وادعي لها الله يشفيها. قول يا رب. يا الله. جهزتوا المريضة؟ ايه دكتورة. اعطوها المخدر رح نبدأ فورا. والله مليت من عمليات النزيف، من زمان ما شفت مريض معه ورم. والله أنا إجاني هيك حالي، بس كانت حالة صعبة. شو جاهزين؟ إيه دكتور جاهزين. بما أنه مريضتنا صبية ما في ضرورة نقص لها شعرها، مشان هيك احلقوا لها شعرها بس مكان العملية. شكري أنت ما عم تتخيل المنظر قدام عيونها؟ أي منظر؟ ما معقول لك، لو بتشغل عالك قد ما بتشغل تمك. لك عم بحكي عن عمار، هلا بيكون حكى اللي عنده وفضحهم قدام العالم. بيكون طير لهم عقلهم من راسه. بيكون الكل هلا عم سأل عنه، وعمك عمار لابس على آخر طرز عظم رقبتي، بيكون مدوب هلا قلوب العزارة. معناتها شو رأيك هلا نروح لعند العم عدنان ونشرب لنا كاسة شاي، ولما بيجي عمار بيحكي لنا كل شيء صار معه بالتفصيل. لا شكري. معقول نروح هيك عم نخفي؟ ما لازم ناخذ لنا شي شغله بايدنا؟ ما خطر ببالي شي، شكلي تحيونت نظامي. ليش انت ما كنت متحيوي؟ ما اضطرت اخذ لك عقلك، براسك اكل مو مخ، امشي خلصني. سيدنا حلينا الشغله بانظف طريقه وما تركنا اي اثر. بس بس شو يا بكر؟ مثل ما بتعرف علاقتنا قديمه مع عدنان. الامن بده يلاحق القضيه. يعني بدك تقول انه علاقتي بالقصة واضحة ورجلي بالفلقة؟ يعني مو هيك بالضبط. شوف بكر، مرت اكتر من 15 سنة على مشكلتي مع يلي اسمه عدنان، هاي القصة مستحيل ترجع تنفتح. مفهوم سيدي، ولو انه الكسوفي كمان. دير بالك بكر، اذا بيصيب هالزلمة شي منكون اول المتهمين. اساسا قضيته مع ايمن لسه ما خلصت لهلأ. بس يا بيك، عدنان مدير أمن، والكوسوفي حتى لو ما في دليل مؤكد إفادته رح تكون ضدنا. ايه وإذا تكون عمار حر شو بده يقول بإفادته؟ ليش لنقتل واحد ميت بالأساس؟ حتى الأمن بيعرفه ميت. والله من هالناحية مزبوط، بس رغم هيك بدهم يضايقونا. هاي منحلة أنا وشوكات، أنت لا تشغل بالك. قطيعة الدرج متعلق بين أسنان. أنت ما بيرضيك شي يا أخي، لا عاد تشتري دربة. مين المستهدف؟ ردوا علينا بس لنا نعرف سيارة الشرطة شو عم تساوي هون؟ ها؟ مين المستهدف؟ عمك عدنان؟ عم عدنان؟ عمي عدنان؟ عم عدنان؟ خير خير، شوف يا أخي شو صاير؟ شو اللي صاير هون؟ هذا تفجير، بعدونا من هون، يلا بعدونا.
لطيف. عمي عدنان مين عمل هيك فيك؟ ليش يا ربي ليه؟ ليش تكفى؟ انزلي امي انزلي. اعطيني الملاط. شو مبسوط بسيارتك جديدة ولا مو كتير؟ ما بها شي، ماشي حالة، بس عم بقول اوقات الموتور بشح التشحيل. يلا عن الشيطان، فلت الشريان. اعطيني هيك لكان. عم تصرف كتير. والله ما عم لحق لمصروف. ومعلومك البارز فيك شرة. شوف منيح اللي كانت حاطة حزام الأمان، ولا كانوا أهلها عم يترحموا عليها بعد كل هالقلبات. والله يمكن ما رح تمرق منها. وينها هاد؟ واضح إنه سيارتها قوية. يا سيدي لو ما كانت قوية ما كان بس راسها اللي انضرب، ما كان بقي فيه عظمة على عظمة. يا ربي دخيلك، فلت الشريان مني. لحظة لحظة، أنا رح دور عليه. ما عم لاقي. نادوا على البروفيسور حسني. يرجى من البروفيسور حسني التوجه لغرفة الجراحة الدماغية فورا. يرجى من البروفيسور حسني التوجه لغرفة الجراحة الدماغية فورا. يا رب يا رب تشفيها، يا رب تساعدها ولا تحرمني منها. يا رب لا تاخذها مني، يا خلينا نعيش سوا، يا موتنا سوا. لا تحرمني منها يا رب. بخيلك يا رب يا رب. عفوا غرفة العمليات وين؟ انزلوا لتحت. انت شو عم تعمل هون ولا؟ ايمن ايمن، كيف تتجرأ تجي لهون؟ ايمن مو وقت خناقكن هلا. بنتي بكفي. بنتي بنتي نرمين. ولا وقح، ولك انت امتى بدك تتركنا بحالنا؟ فهمني امتى؟ جاوبني، عم احكي معك. وينا؟ ردوا علي، نرمين وينا؟ اهدي خالي، نرمين بغرفة العمليات. اسمع منيح شو بدي لك، بعد عن هالبنت احسن لك. ولك نرمين رح تصير مرتي بعد 3 ايام. ايمن اهدى، بتقرب عليها بدي اقتلك. عم تسمع؟ يلا لشوف. تعا قتلني. عامل لي بطل وجايبه على المستشفى. ولك اساسا اللي صار معه بسببك. اذا صار لشي يا عمار الكسوفي تأكد اني ما رح ارحمك ابدا. كيف يا ايمن؟ ولك اخراس عمار. خلاص يكفي، يلا نقلع. عم تتخانقوا على البنت وهي بين الحياة والموت. خلاص خلاص خلاص. تعي أمي هدي حالك شوي. يا أمي عمار. عمار استنى. عمار اهدى شوي، أنا فهمانتك، شغلة صعبة، بعرف إنك زعلان كتير، بس كمان هي أمه. اللي مرق على راسها مو سهل أبدا. خلينا ندعي لها تقوم بالسلامة وإن شاء الله تنجح العملية. رجع
مشاهدينا، قام أشخاص مجهول الهوية بعملية تفجير على أرض خاوية على إحدى سواحل إسطنبول، وقد بدأت مديرية أمن إسطنبول تحقيقاتها لمعرفة هوية الفاعلين وهوية الضحية. سيدي، معقول يكون هالجوال للجاني؟ فتشوا المنطقة منيح، لا تهملوا أي شيء. أمرك سيدي. سيدي، ممكن تقدم تصريحك حول ملابسات القضية؟ زملائنا بيقدموا لكم التصريح. سيدي، عندكم معلومات عن هوية الضحية؟ معلوماتنا لسه ما تأكدت. شكرا لكم. شرف سيدي. سؤال ثاني. يعطيكم العافية. الله يعافيك. فرجوني الضحية. سيدي، أنا كنت عم شبه عليه، بس إجوا شخصين وتأكدت منهم أنه المقتول السيد عدنان. وينهم هلأ؟ بالسيارة سيدي. أخ يا حبي عدنان، رحمة الله عليك. لك ليش هيك صار؟ شكري، كيف نخبر عمار؟ والله ما بعرف يا أخي، ما عاد عارفان شيء. خيلك يا ربي. أنا عمار، تعال نقعد هون شوي، شكلك تعبان كتير. يلا. أيها المشاهدون، ننقل لكم عبر قناتنا الإخبارية آخر الأخبار والتطورات حول التفجير الذي حدث على سواحل إسطنبول. مشاهدين، قام أشخاص مجهول الهوية بعملية تفجير على أرض خاوية على إحدى سواحل إسطنبول، وقد بدأت مديرية أمن إسطنبول تحقيقاتها لمعرفة هوية الفاعلين وهوية الضحية. عمار، شبك؟ لوين رايح؟ عمار استنى، لوين رايح؟ طيب قلي شو صاير؟ تاكسي. عمار ليش ما عم ترد علي؟ اذا ضروري تروح على محل خد سيارتي، خد، بتلاقيها بالكراج. شوكت، إذا إجوا الأمن أو الصحافة أنت استلمهم. أمرك. مع أني ما بعتقد الأمن يفكر أنه إلنا أي علاقة بالحادثة، بس رغم هيك يا بيك لازم. خليني كمل شوكت. ما بعتقد أنه الأمن بيضايقنا، لأنه الكل بيعرف أنه عدنان ميت من أكثر من 15 سنة. إيه أحكي هلأ. بس رغم هالشي يعني يمكن يجوا ياخدوا معلومات. إيه يجوا، ونحن منقلن اللي منعرفه. طيب ونحن كيف بدنا ندبر الكوسوفي؟ بكر، انت عم تعيد نفس القصة على طول. شي طبيعي انه الكوسوفي يشك فينا، وانت لازم تزود الحماية على البيت والشركة، والباقي انا وشوكت منحله. مزبوط شوكت؟ بتوقع خلصنا، وهلا انا لازم اروح لانه عندي اجتماع للتجاره البحريه. خبروني شو بيصير. ما بدك ياني وصلك معلم؟ Oh.
جماعة رجاءً رجاءً بعدوا، بس طلع لازم بتصوروا لو سمحتوا، ما بيصير تتدخلوا رجاءً يا جماعة. ليش ما عم تفهموني؟ عمي لورا شوي إذا بتريدوا، رجعوا لورا. عم عدنان ما بدي شوف حدا هون لو سمحتوا. الله ليش هيك يا رب؟ ليش عم تاخذ مني كل اللي بحبه؟ ما تخلوا حدا يفوت قبل ما نجمع الأدلة، ها؟ ما تسربوا شي للصحافة قبل ما أقدم تصريح، مفهوم كلامي؟ مفهوم سيدي. يا عم عدنان مين هاد؟ ما بعرف. خدوه كمان يا شباب، مسكوا هذا الشخص بسرعة. يلا شو سيدنا، ما انك شايف السيارة اللي راكبها؟ خذ النمرة. ما عم شوفها. 4-3-2 بتجي مع عدان الصبح وبدك تروح مع عدان العشاء؟ ايه اذا رحت بيكون احسن يا عمي، ما بدي اعذبك اكتر من هيك. انت اعتنيت فيني وشافيتني، الله بيفرجها. امين. الله يرضى عليك، الله يرضى علينا كلنا. بس انا ما شفيتك يا ابني، ما بقدر اشفيك، هو يلي شفاك وانا وسيله. ما بعرف شو بدي اقول لك يا عمي، شو ما عملت ما بوفيك حقك. لا تشكر لي يا ابني، بس اذا بدك تعمل شيء اقرا الفاتحه عن روح المبروك اللي قعدت بحضنه 3 شهور بكفي. استغفر الله. تسلم، الله يحفظك. عندي شغل لهلأ ما تكمل ولازم سلمه. وشوف عيلتي، في عندك شغل ما تكمل، شغل ما تكمل. تكميل الشغل يلي ما اكتمل بده معلومات وبده عقل وبده فكر وبده تأمل، والأهم بده صبر. بس انت يا ابني ما في عندك غير الطموح. انتبه، الطموح خطير، لا يغلبك الطموح. انتبه، اللي بيقوم على الطموح بيقعد خسران لا سمح الله. بخاطرك عدنان. أنا اسمي عدنان. بسرعة عمم على اللاسلكي إلى كافة الدوريات. حول احتياط. هدول هن بدكم تكبسوا على قصر هالقد قدو بهالمسدسين؟ هذا الشغل ما بصير هيك. قاعدين حوالين الصوفيا وبدنا نهدم امبراطورية صفا كراونجي اوغلو العظمى. صارت هيك شغلات بالتاريخ. العثمانية تأسست بخيمة وبعدها شو صار؟ انهارت بقصورة الفخمة الكبيرة الحلوة. الأمور ما بتنحسب هيك، بيجي يوم بتبدو حوالي صوفيا وبتلاقوا حالكم أسستوا أصولكم. يأمرني ربك، لك من زمان احكي يا بار. فتحوا عيونكم يا شباب، نصب الخيمة وبناء القصر والانهيار متعلقين ببعض.
سلامتي. عندك ارفع ايديك بسرعة. وقف وقف، لا تعمل اي حركة، ارفع ايديك لشوف. عم قلك ارفع ايديك. وشك للسيارة. معلم هالكلبشة مو أنا لازم ألبسها، هدول هنن اللي قتلوا مديركم. شو عم يعفس هذا؟ مدير شو وقتل شو؟ هدول الكلاب هنن اللي قتلوا العم عدنان. خليكم رجال واعترفوا. يا ضباط خدوا هالسرسري من هون، لا ينتو عم يخرف. امشي ولا يلا امشي بكر. بطحوا نهوا على رض. صار لك شي يا معلم؟ لا ابدا ما صار لي شي. الحمد لله على السلامة يا بيك. اعطيني الميكروسكوب. يلا بسرعة قربي لعندي. يلا يا بنتي قربي. أيوة أخيرا لقطتك. لوين بدك تهرب مني؟ والله بلاك يا بروفيسور ما بنسوى شيء. يسلموا دياتك، نحن منكمل. لا لا بما أني بديت خليني ساعدكم. بنتي حطي لي السي دي تبعي. يا ربي ليش هيك يا ربي ليش هيك؟ عرسه بعد 3 ايام يا ابو عمار، ولي على حظك يا ميمتي ولي على حظك. خلص يا امي خلص، هدي حالك روقي بلا ما يصير لك شيء. ما عم بقدر اتحمل يا ملك، ما عم بقدر. امي اذا بدك منوصلك على البيت، روحي وارتاحي لك شوي وبعدين منجيبك لهون. ما بدي روح، مستحيل. كيف بدي روح واترك بنتي كيف؟ أنسى فرح، شو اللي صار معها؟ حادث. بعرف إنه حادث بس كيف صار معها؟ كنا معزومين على حفلة، ومع أنها ما بتعرف تسوق السيارة ركبت فيها وطلعت. طيب ليش طلعت؟ ما دام ما بتعرف تسوق سيارة، طيب ليش تركتوها تطلع لوحدها؟ ما بعرف يا ملك، كانت شربانة وما حسين عليها وقت طلعت. مو هيك أصل المشكلة. أيمن رجاء. ليش يا فرح؟ قليلة قليلة، أنه لو ما راح عمار الكوسوفي الواطي لهونيك وعمل اللي عمله وما كان صار هذا الشيء، ولا أنا غلطان؟ احكي لشوف. أيمن لا تحكي كلام فاضي وتخبص على كيفك، عمار ما له علاقة بالقصة. معناتها برأيك أنا الغلطان ما هيك؟ كله منك. عمار ما انت على هون شو عم تعمل؟ ليت بحر شفت عمار عم قلك عمار على شعد كلمة. يلا عود عود عود. شو صار لك؟ عجبك هيك؟ فرح شوفي لا تجننيني، لو هاد الواطي ما راح لهونيك وعمل كل هاي البهدلة قدام الناس ما كانت راحت نرمين أصلا، وانت بتعرفي هذا الشيء كتير منيح. شو؟ زعلتي ليش عم بحكي لك عن شريكك الحبيب؟ ولا لازم قلك الحبيب وبس بما انك مستشرسة بالدفاع عنه كل هالقد؟ بس ايمن سكوت بس بكفي، ما حدا له ذنب بهالحادث وعمار ما له ذنب. ولك حاج تدافع عن هذا الواطي حاج؟ لك اذا في حدا له ذنب بيكون حضرتك. عمار ما له ذنب بنوب، مو انت اللي فصلت بينهم؟ مو انت اللي فرقتهم عن بعض؟ فرح فرح استنيني. فرح انا اسف، فرح ما قصدي.
عدنان مرعش النيم تعرفه. سيدي قبل شوي قلنا للشباب كمان المرحوم كان خادم بالمقبرة ونحن كنا نطلع عليك الحين ومين؟ وبتعرفوا هويته الحقيقية؟ المرحوم ما كان يحكي كتير، حكى شغلات بس. شوفوا ابني، الزلم اللي مات اليوم بعرفه قبلكم بثلاثين سنة، درسنا بكلية الشرطة سوا، بس الكل بيعرف انه ميت من 15 سنة. هلأ اتركونا من البكي واحكوا اللي بتعرفوه. سيدي نحن ما عم نكذب، سألونا منجاوبكم. العم عدنان كان يعني مثل أبونا. طيب في له شي عدو أو في حدا بتشكوا فيه انتو؟ يعني ما ذكر شي قدامكم؟ سيدي مثل ما حكى هلأ شكري من شوي، العم عدنان كان حكيه قليل، بس في مرة سمعته عم يحكي عن... عن شو؟ عن حساب قديم مع واحد، بس نحن بصراحة ما شفنا شي بعيننا، مرة بالسهرة هيك حكالنا. مين؟ عطوني اسم، بدي اسم. صفا كراوانجي أوغلو سيدي. كراوانجي أوغلو؟ بس مشكلة الكراوانجي أوغلو وعدنان مر عليها 20 سنة. ايه سيدي هيك فهمنا منه نحنا، بس قال ما نسيها. يعني رجل الأعمال الشهير صفا كراوانجي أوغلو كان... هو اللي قتله. المفروض انكم بتعرفوا أكتر منا سيدي. لا تقطعني، مشان قضية مر عليها 20 سنة بيقوم صفا بينصف عدنان مرعش بسيفور مثل المنظمات الإرهابية؟ غير هيك معروف انه مات من 15 سنة، فما بعتقد. ايه اذا انتو هيك عم تقولوا سيدي، يعني عدم المؤاخذة منكن، انتو ادرى مننا بهالشغلة. ادخل. احترامي. شو يا نائل؟ سيدي انفجرت قنبلة بسيارة صفا كراوانجي اوغلو. امتى؟ هلا خبرونا الشباب. طيب قل لي كيف صار الحادث؟ صار قدام شركة كراوانجي أوغلو، وقالوا زملائنا إنه المتفجر المستخدم يمكن يكون سيفور. بيوم واحد تفجيرين وبنفس الأسلوب؟ عدو مشترك إله حساب مع اثنين. فيك تروح يا نائل. لحظة، هذا الشخص اللي هرب ممكن تقلي شو اسمه؟ سيدي عمار كوسوفي. ما مسكتوه؟ مسك سيدي وقت الانفجار، سيدي كان هنيك وهلأ جايبينه لهون. بتجيبوا لي يا فورا. حاضر سيدي. إلك عمار، الله يسلمك. والله وقت الوي حسن. العمر إلك أخي. نحن رح نستناك تحت عند الباب. حسن، لحظة انفجار سيارة صفا كراوانجي أوغلو كنت هنيك ما هيك؟ طيب شو اللي أخذك لهنيك؟ ولا شاكك بصفا كراوانجي أوغلو كمان؟ أنا سألتك سؤال، أنت بتعتقد إنه صفا قتل عدنان؟ شوف ابني، القنبلة اللي كانت بسيارة كراوانجي أوغلو والقنبلة اللي قتلت عدنان مرعش نفس النوع، وهي معناها إنه في واحد تاني ورا العملية. واللي بدي إياك تفهمه إنك غلطان. طيب ليش رحت لهنيك؟ بدك تغتاله؟ بدي حاسبه. شوف ابني، إلزم حدك. شو أنت دولي لحالك؟ ما بيصير هيك.
إذا لازم يتحاسب بتسلمه للنائب العام، والقاضي بيحاسبه وبينال جزاؤه. سيدي، قبل هالمرة الشخص اللي عم تحكي عنه حاسب نائب عام لأنه النائب حاول يحاسبه. ما بعرف إذا فهمت قصدي. شوف ابني، افرض إنه كراونجي أغلو أمر بقتل عدنان، طيب مين حط القنبلة بسيارة كراونجي؟ ها؟ طبعا حط الشقف البقيان بسيارته بعد ما نسف عدنان. ها؟ ما هيك؟ اللي؟ ما بعرف. شفت الانفجار؟ طيب وين كسفه؟ كان قدام الشركة. ها؟ يعني كان ممكن ينفجر، كان رح يموت، ما هيك؟ الظاهر ايه؟ شو معناها؟ إذا في علاقة بين القنبلة اللي قتلت عدنان والقنبلة اللي كانت بسيارة صفا كراونجي أوغلو، تنحل القضية بسرعة. بلد ما فيها طرق، ويا سيدي ما فيها تعليم، وتحت كل واحد سيارة، ونحن منتحمل النتائج. والله دنب الكلب بيضل أعوج لو حطوه بالقالب 40 سنة. ووضع بلدنا هيك مثله بالضبط. إيه سلمى، أعطيها ديكور. أعطيتك بروفيسور. يلا يلا، لا تعذبيني بعد كل هالعمر. كت شوي، كمان شوي. بنتي، مالي مطمنة، مالي مطمنة. أمي لو كان في شي كنا عرفنا. خلينا نحكي مع الدكاترة. ماشي منحكي، بس انتي اهدي شوي وارتاحي بالأول. كيف صارت نرمين؟ شو وضعها؟ لساتها تحت العملية. طمنيني كيف صارت اختي؟ وضعها مو خطير مو هيك؟ بنتي خبرينا كيف وضعها هلا. تخطت مرحلة الخطر؟ قلتلكن لساتها تحت العملية. هذا الحكي نحن بنعرفه، عم نسألك شو وضعها؟ ما خلصت العملية قلتلكن، لسه بكير لحتى خبركن شي. عن إذنكن. يا الله. ألو مين؟ شوفي، وضعي صعب كتير هلأ، ما بيتحمل، قول واختصر. شو؟ قنبلة؟ شو صار؟ احكي، ايمتى صارت؟ مين عملها؟ كيف يعني؟ وينه هلأ؟ بس يا صفا بيك، مين ممكن يكون عمل هالشغلة؟ وشو تحليلك لهالموضوع؟ ما قلت لك ما بعرف يا بكر، كم مرة بدك تسأل؟ يلي حطوا القنبلة بسيارة صفا كراونجي معناها شغلتين، إما ما بيعرفنا أو مستغني عن روحه. ما بقى بدي نبهة لك، أنا رجعت من الموت وأنت نازل فيي زق أسئلة. شوكات، أنا ما عندي وقت ضيعه بالروتين. لا تقلق يا سيدي، لأنه المدير شخصيا بده يحكي معكم، وما راح ياخدوا إفادتكم، يعني بس معلومات، شغلتها بسيطة. ولك إما الشرطة بتحلها أو مخرب اسطنبول كله، وبعلق يلي عمله على جسر البوسفور ليكون عبرة. بكر، مو ناقصني اللي فيني مكفيني، عود شوي ساكت، مفهوم؟ طلع، لا تجيب لي البلا على راسي، بجيب لك البلا على راسك. سكوت بقى. شوف ابني، انت بتعرفه من سنة، بس انا بعرفه من 30 سنة. لولا العم عدنان ما كنت هلا قدامك. استنى لخلص. عدنان مو شخص عادي، مدير فرع سابق. مين ما كان وراء العملية بده يدفع الحساب، حتى لو كان ملك. ماني مختلف معك، ما في حساب ما بيندفع. ما تكون عم تلمح لشي. لا، هاي طبيعتي، يعني إذا ما دفعوا هلأ بيجي يوم أكيد وبيدفعوا. عندهم عدو مشترك، والعدو المشترك له حساب مع الاثنين. كوسوفي، أنقذت حياتي، لو ما اجيت يمكن كون ركبت بالسيارة ورحت. إذا شي مرة عرفت إنه إلك ضلع بهالقضية،
بشرفي لأسحب روحك. طمن عمار. ما في شيء، نفس اللي بتعرفه أنتو. تفجرت سيارة الكروانجي أخي؟ بعرف، كنت هنيك. مينو هاد؟ مين هذا اللي حط برقبته دم العم عدنان؟ والله ما بعرف يا أخي. قسما بالله العظيم، إذا ما لقيته لهذا المجرم وأخذت روحه بإيدي بكون أنا بلا ناموس. إيه ملاك، بس لا تطولي، أنا مشغول. طيب ملاك، قولي شو بدك. إمتى صارت؟ طيب ماشي الحال. شوفي أخي نرمين عملت حادث. حادث؟ أنت وشلون؟ هي بالمستشفى، هاي جيت من هنيك. روحوا أنتوا وطمنوا عليها، أنا بدي أمشي. ليك أخذت سيارة فرح وخليتها قدام شركتهم، إذا بتقدروا خدوا لها إياها. أنا سيارتي ضلت بمكان الحادث، ما بعرف. خلص لا تاكل هم، وين صار الحادث مشان نجيبها. وانتوا رايحين؟ الحمد لله على السلامة يا بيك. شكرا سيادة المدير. ما في إلك شي عداوة مع حدا من عالم الأعمال أو غيره صفى بيك؟ سيادة المدير، دقيقة واحدة يا شوكات. سيدنا، أنا رجل أعمال عامل 100 غلط ومشتغل مع آلاف الناس، وشي أكيد في ناس مختلف معهم على صفقة أو غيرها، بس ما بعرف حدا بيناتهم يمكن يعمل هيك حركة خطيرة مشان خلاف صغير. طيب تعرف شخص اسمه عمار كوسوفي؟ طبعا بعرفه، ومدير مكافحة التهريب عدنان مرعش، بتتذكروا صفا بيك؟ بتذكروا، بس هذا مات من 15 سنة. هيك كان معروف، ما بعرف إذا شفته بالتلفزيون، بس طلع هو اللي عايش بالبراكية اللي تفجرت اليوم. شو هالحكي سيدنا؟ أنا اللي حطيته بالقبر بإيدي هدول. كنا بنعرف إنه ميت لحتى صارت حادثة اليوم. والشي الغريب إنه القنبلة اللي فجرته من نفس نوع القنبلة اللي كانت بسيارتك. يعني عمار كوسوفي ورفقاته بيعرفوا عدنان مرعش وقالوا إنه شاكين فيك. شوف سيدنا، أنا ما عندي وقت ضيعه بهيك علاك مصدي. عفوا لحظة، اليوم إجا عمار كوسوفي على شركتي، معناته مشان هيك؟ كان هنيك وقت الانفجار؟ كان هنيك. شوف صفا بيك، هذا التحقيق بده يستمر ويتعمق. أنا شخصيا حاسس بشي مشترك بين الحادثتين. أصلا كان عمار كوسوفي شكك فيكن لحتى قلتوا له هالحكي. هذا حكي فاضي تخريف. ادخل. احترامي سيدي، ولاد صفا بيك هون. لا تنطرون، دخلون. أمرك، تفضلوا. بابا. أنا منيح يا بنتي منيح، ما في شيء، لا تخافي علي. مين ممكن يكون عمل هيك شيء بابا؟ اهدي اهدي يا بنتي، رح لاقي المجرم وسلمه للعدالة، لا تخافي. الحمد لله على السلامة. بابا خبرت ماما باللي صار؟ لا، أنا هلأ بروح من هون وبحكي لك كل شيء، ماشي؟ أنتوا لا تتلبكوا على الفاضي، المدير مهتم بالشغلة شخصياً، لهيك ريحي بالك. Thank you.
يلا الله يعطيكم العافية. يسلموا ايديك استاذنا. نحن عملنا جهدنا مشان ما نفقد المريضة والحمد لله. الحمد لله. الحمد لله. بابا جلال ادعي لنا مش عارف عمي. طمنيني بركي بنخلص من المصايب. اهلا يا ابني اهلا. الحمد لله اللي قدرت تجي. كيف هلا وضع بابا؟ حادث، بنتي عملت حادث. احكي لي ملا وين وكيف؟ ما بنعرف شي، ما حدا خبرنا اكتر من هيك. وشو قال الدكتور؟ لسه مو باين معهم شي، لا تطلع من العمليه خير. الله يلطف يا رب. نرمين ما رح تعيش. شو هالحكي عمو؟ طبعا رح تعيش، بس ما بصير تبكي، شد لي حالك يلا لشوف. لا تبكي. ايه حسن. ايه تعال شوي ابني. امرني بابا. وين عمار؟ قال عنده شغل بس معنوياته بالارض. معنوياتنا كلنا بالارض. ايه مو بس مشان هيك. شو في كمان ابني؟ احكي حسن، في شي تاني ما بنعرفه؟ عم عدنان اللي عرفناك عليه. ابني لا تلبك الواحد، شو اللي صار لعدنان؟ العم عدنان قتلوا يا بابا. شو؟ شو اللي عم تقوله؟ كيف؟ ليش؟ خير يا رجال، شو صار؟ ما في شيء يا حرمي، ما في شيء، ارتاحي. شكري تعال قلك. عود عمو. شو بدك؟ شوف شكري، بتقول لعمار يترك نرمين بحاله بقى، ايمن كمان بيحبها. اسمعي ملاك، لا تطيري لي عقلي من راسي، لا تخليني انزل بأيمن واهله. استغفر الله العظيم. انا هيك ما بفهم، يلي عم بيروح بين الرجلين هي اختي يا شكري، بعدين قلي هي شو ذنبها؟ عجبك يلي عم يصير؟ شوفي ملاك، هذا الحكي مو وقته هلا، وهمي لفوق راسي. مثل ما قلت لك شكري، تحكي مع عمار وبتقله يتركها. شو لساته ناطر؟ خلص قله ما في نصيب. لك البنت عرسها بعد 3 أيام، والسيد عمار لساته عم يلحقها وعم يضايقها. ولك ملك، سكتي سكتي. لا ما بدي اسكت. دكتور كيف وضعه؟ اهدوا شوي اهدوا. دكتور قل لي كيف كانت العملية؟ طمن يا ابني، ربطنا كل الأوردة النازفة وهلأ رح نحطها بالعناية المشددة. يعني رح تعيش دكتور؟ والله يا ابني نحن عملنا اللي قدرنا عليه، ولسانا لهلأ ما بنعرف إذا كان المخ تأذى، نستنى لا تفيد. اصبروا شوي. على حظك يا بنتي. تصير منيحة يا حاتي، طولي بالك. إن شاء الله يا بنتي، إن شاء الله. الله يسمع Thank you.
عمار استنى. عمار اسمعني عمار دخيلك اسمعني ولو مرة واحدة مشان الله يا عمار. إذا بتريدي ما بدي اسمع شيء. عمار دخيلك اسمعني مرة واحدة بس. شو بدي اسمع؟ عمار انت ما بتعرف، ما قدرت قلك، ما سمعتني. شو هو اللي ما حسنتي تقوليه؟ انت قلتي كل شيء ولا بتحبي ذكرك؟ قلتي لي اول ليلة قضيتها مع واحد غيرك. قلت لك بس مو مثل ما بتعرف. شو هو اللي بدي اعرفه؟ ما حضرتك رحتي وزتيتي حالك قدام المصاري. انا ما رحت، ما تركتك ولا لحظة واحدة، ما رحت ولا ثانية. ما رحتي ولا ثانية؟ وهذا اللي ببطنك ابن مين هاد؟ صدقني يا عمار قلبي إلك انت. كيف بدي صدقك وليش لحتى صدقك؟ ولك انا ما رضيت المسك قبل الزواج وحضرتك رحتي حملتي من واحد تاني وبدك يعني هلا صدقك؟ اسمعني ان شاء الله، مو هيك كانت غلطة، غلطة انت اخترتي هاي الغلطة وما حدا جبرك عليها. بدك تعيشي مرتاحة وغنية، روحي عيشي. عمار انا ماني منتظرة وما بدي منك انك تسامحني، بس بدي اياك تعرف هذا الشيء. انا لهلا لك هس اوعك تكذبي، قولي الحقيقة ولو مرة واحدة. بس انا ما كذبت عليك بحياتي. طول عمرك عم تكذبي، جنتي معي عم تكذبي ورحتي لعنده عم تكذبي. عمار دخيلك بدي منك شغلة واحدة، قالولي من ردت شي واحد بس، اني شوفك ولمسك لآخر مرة. انا ما قدرت انساك. نرمين احسن لك تضلي مفكرتيني ميت. قومي هلا ارجعي لعنده، روحي عيشي حياتك الغنية اللي انت اخترتيها. انا نسيني، مو مشان هيك تركتيني؟ عمار مشان الله اسمعني لمرة واحدة بس، وبعد اعمل شو ما بدك وقول شو ما بدك. ولك ليش بدي اسمعك؟ شو اللي بده يتغير؟ خلاص لازم تفهمي انه كل شيء خلاص. انت ما عدتي مثل ما كنتي بالنسبة لي، انت ما عدتي نرمين اللي كنت حبها. شوفي حالتك، انا خلاص نسيتك ولازم تنسيني. سمعتها كلمتين. معناتها صادكن عم تتقابلوا؟ قلت لها كلام تقيل وبيزعل وركبت بالسيارة لحقتها بس ما حسنت وقفها، عملت كل شيء، صرخت، زمرت، تعيطت بس ما حسنت وقفها ما حسنت. شو قلت لها؟ شو قلت لها لراحت؟ قلت لها كلام تقيل. طيب بس شو قلت لها؟ قلت لها في أحسن منك بكتير، قلت لها في بنات أشرف منك كمان. تقلت عليها. أخي عمار إذا قلت لها هيك وهي هيك عملت، معناتها أنت انت لهلا بتحبها وهي كمان بتحبك. انا انا طول عمري بحبها، ما بقدر احب حدا غيرها، مستحيل. معناتها بس طيب اختي خذها وروحوا من هون، لا تخليها تتجوز. قوم اطلع عمار قوم، تركت اهلك كتير يمكن يكونوا بدهم شي منك. يلا لشوف. ماشي تطلع معي؟
اطلع انت ولا تقول لحدا انه انا هون. بدي اخدها، رح اخد نرمين وروح. حسان اتصل بعمار وشوف وين هو. تلفونه مسكر. جرب هلا وين راح. ها عامرين ولك وينك انت؟ بابا جلال معي والآن عليك. فهمت عليك. ليك قل له لأبي يطمن انا ما فيني شيء. عم يقول منيح وعم يتمشى. هات عطيني اياه. مساك عمار. عمار ابني. نعم بابا. لا انا منيح، عم بتمشى شوي متضايق. ابني بدي اعزيك. عدنان اي ارادة الله العبر الك. سلم عمرك يا بابا. الباقي بحياتكم. ماشي ابي. طيب طيب ماشي. أنا منيح. إيه منيح. دخلك يا رب. إذا بتريد أعطيني هي علبة الكولونيا الصغيرة. حاضر. قديه حقها؟ 3 ليرات. خليهن. عمار شوف، ما في داعي تستنى هون على الفاضي. انسى بقى، انسى. بس انا نسيت يا ملك. قلت لي نسيت. لكن ليش لساتك عم تستنى هون؟ لانك نسيت نيرمين لساتك ناطرة؟ ماشي، من زمان حبيتوا بعض، بس صار اللي صار. حاش تعمل هيك وتوجع اللي حواليك؟ ليش انا شو عم بعمل؟ وعامل حالك مو فهمان. لولا هالحادث كانت رح تتجوز أيمن بعد 3 أيام. لك نيرمين حملت ابنه ببطنه 6 شهور، صارت بتنعد مرته. فهم بقى عمار. ماشي ماشي. لا ماشي ولا شي عمار. انت ونيرمين تركتوا بعض وكل واحد صار بطريق. انت شو بدك؟ تمسكها من ايده وتجيبها على الحارة؟ مفكر امك وابوك بيقبلوا بهالشي؟ ليش انت نفسك بتحسن تتقبل هذا الشيء؟ روحي بدون ما تحسسي يلي برا وخبري الدكتور. خلص فهم، ما عاد في فايدة. لحتى يخلص هالألم كله لازم يموت حدا منكن. يعني مالك؟ بكفي بقى، خلص روحي. علاقتكن انتهت، بكفي. انت ونيرمين ما بقى رح تكونوا سوا. خلي هالحكي براسك، حاجة تعذب حالك وتعذبها معك. والله حرام، لساتها صبية، ما في مشكلة إلا وقعت فوق راسها. خلص انسى نيرمين، طالعة من راسك عمار. شكري ابني، ملك راحت تجيب لي مي. روح استعجل لي اياها، والله نشف ريقي. على عيني. ايه شكري. ملك وينك انت؟ لك امك فحم قلبها. لحظة ملك، يمكن نرمين صار لها شيء. نرمين؟ شو؟ نرمين صار لها شيء؟ نزيف مرة تانية.
مشكلة بتتعلق بالقلب. سعدة روحي نادي طبيب القلبية بسرعة. حاضر دكتور. نرمين 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 بنتي الله يكون معك يا لو سمحتوا لحظة. إذا بدي دكتور دخيلك فهمني دخيلكم ضروري من خلص إيدي نرمين نرمين شو رأيك بحالتها؟ ما بتطمن بنتي نرمين نرمين بدها صدمة كهربائية بسرعة يلا بسرعة بسرعة